مرحبا بمحبين محبات قناه مريم غزال كده الغزلان ديالي. نتمنى انكم تكونوا في احسن احسن احوال، امور ديالكم دائما تكون 10 على 10. اليوم نهار جديد وفلوق جديد كما العاده. من العنوان غادي يبان لكم اليوم باللي جيت نبارطاجي معكم بعض المشتريات هذا النوع ديال الفيديوهات. انا متاكده ان كاع البنات كيعجبهم، لان بزاف البنات اللي كيكتبوا لي مريم علاش ما كتبارطاجي معنا المشتريات ديالك، يعني بارطاجي معنا شنو خديتي. وهذه انا بصراحه كنشري شحال من حاجه البنات وما كنبارطاجيهاش معكم، لان كنقول صافي يعني بلا ما يعني بلا حاجه عاديه بلا ما نبارطاجيها ولا شي حاجه ما كتكونش زعما كاين ما غتفيدكمش. وبعض الخطرات كنقول اجي علاش لا، بالعكس لان كاين البنات اللي كيعجبهم. لان ملي كنكون بعض الخطرات لابسه شي بيل ولا شي حاجه في الانستغرام، بنات كيسولوني في الفيسبوك منين خديتي وهادي وهادي، نقول صافي علاش لا ما نبارطاجيش. وحاجه اللي كتخليني انني ما كنبارطاجيش عاوتاني معكم، كاينين جوج حوايج وهما بعض الخطرات اللي ضيق الوقت، راكم عارفين مع الوليدات وكلشي يعني كما كنقول الصراحه صراحه ما كيكونش عندي الوقت بزاف انني نبارطاجي معكم كلشي. وبعض الخطرات لانني كما عارفين انها يعني ما عنديش مشاهده كثيره في القناه، بعد خاطر كنخدم على الفيديوهات وكنسهر عليهم وكل شيء. في الاخر كما كنقولوا المشاهده كتكون نازله بزاف بزاف بزاف، داكشي علاش كنقول صافي علاش غادي نحط الفيديو غنصوب الفيديو ونخدم عليه وهادي وهادي، وكنعطيه واحد الوقت كثير اللي كنحيدو من ولادي ومن شحال من حاجه باش انني ندير فيديو ونحطه وندير له المونتاج وفي الاخر ما كتكونش فيه مشاهده. يعني كيكون عندي واحد الاحباط بيني وبينكم، يعني من راسكم نتوما غتجبدوا، كيكون عندي واحد الاحباط وكنقول لا صافي بلاش، واش غادي ندير الفيديو نسهر عليه وكلشي في الاخر ما غايشوفوا لي حتى شي واحد. ولكن مع ذلك فانايا عندي واحد كما كنقول واحد الامل ان ضروري غيجي واحد النهار القناه ديالي حتى انا غادي تكبر بكم البنات. لهذا البنات انا كنتمنى انكم تشجعوني باللايكات ديالكم، بمشاهده الفيديو، بالبارطاجي مع الناس والاحباب، لان مهما انكم كتبارطاجيو في الفيديو الناس اخرين كيشوفوه. ومع ذلك فانا غادي نبقى معكم، انا معكم الزمن طويل. المهم انا مؤخرا شريت شحال من حاجه البنات، ما بارطاجيتش معكم كل شيء. كاينين اللي حيت لهم لي زيتيكات ولبستهم وعاودتهم صافي، وكاينين شي حوايج اللي باقين كما كنقولوا طويتهم حيت منو لي زيتيكات وصبنتهم وبقاو محطوطين، وكاينين غير شي حوايج قليله انا نوريهم لكم ماشي شي حاجه. وما تنساش علاش ما نبارطاجيهمش مع البنات، كاينين شي حوايج اللي انا شريتهم، كاينين شي حوايج اللي الزوج ديالي خداهم ليا هديه، يعني زعما تفكرني. يعني ما كاين حتى شي مناسبه لا حتى حاجه، غير هو بغى يخدم ليا هديه من عنده. انا كنهضر بالزربه علاش شنو رديت البال، كنهضر بالزربه لانني زربانه وباغا نخرج. هذاك الشيء علاش اليوم ساره بغاتني شحده باليوم كاسا عطله. ماسين كاين في لاكريش حيت واخا العطله ماسين كنديه لاكريش، يلاه رجع مسكين راه شي اكثر من 15 يوم بحال هكا ما كانش كيمشي لاكريش، يلاه دخل هاد السيمانه. وساره شدات العطله في هاد السيمانه وصدعاتني والو، ماما ديني عافاك للسينما، ديني السينما كاين واحد الفيلم غادي بدا نسيت عليه مابقيتش عقلت لا سميتو خصني نتفكرو. صافي غادي نديها اليوم، عندنا مع ديك مع ديك الوحده ونص الوحده ونص غادي نمشيو نشوفو الفيلم. وداكشي علاش كنزرب لان باقا شحال من حاجه تابعاني. مهم اول حاجه بعدا اول قبل من دا نوريكم في المشتريات، بالنسبه للناس اللي محتاجين برودويات طبيعيه بدون مواد كيماويه فمرحبا بكم، الف مرحبا في قناه مريم غازان. غنخليكم الرابط ديال البرودويات هنايا، برودويات بوتيك 133. وبالنسبه للانستغرام ديالي الخاص العادي فغنخلي لكم حتى هو هنايا. وقبل بغيت نهضر لكم بواحد الخلاصه غير بالزربه على واحد الدوره التكوينيه البنات اللي غتبدا ديال عياد تجميليه بدون يعني مواد كيماويه او شيميك. فكاينه واحد الدوره غادي تبدا قريبا، انا باقا ما عنديش معلومات اكثر ولكن ان شاء الله في الفيديو القادم المهم غادي نقول لكم كل شيء ونعطيكم معلومات اكثر. بالنسبه للبنات اللي بغاو يبداو في هذه الدوره كيعلموا داكشي ديال كيفاش تصوبوا الصابون، كيعلموكم كيفاش تصوبوا الماسكات الوجه، السيرومات ديال الوجه، السيروم ديال الشعر، يعني بزاف بزاف الحوايج كنظن ميم حتى الميك اب يعني المكياج حتى هو كيفاش كتصنعوه بيديكم. كما كتعرفوا بزاف الناس دابا ولاو كيلجؤوا لهذا الميدان. كما قلت لكم ما عنديش معلومات اكثر، غير بغيت نقول لكم بالنسبه للبنات اللي مهتمين فيمكن لهم يدخلوا عندي
ان شاء الله في الفيديو القادم غادي يجوني معلومات، وديك الساعه غادي نقول لكم شنو كاين وغنعطيكم يعني في اللي بغيتو تمشوا انكم تتصلوا بهم بحال هكا باش تقيدوا. ان شاء الله هاد الدوره غتكون راه دوره زوينه البنات، وحتى انا ان شاء الله راه غادي نكون في هاد الدوره. يعني انا يا شحال هادي كنت قلت لكم بلي راني بديت واحد الدوره، وتا دابا عاوتاني غادي نبدا دوره واحده اخرى، لان داك الميدان يعني راه بحر، راه كل ما كتعلمي كل ما كاينه شحال من حاجه وحاجه وحاجه كتبغي تستافدي اكثر وكتاخدي خبره اكثر. صافي هادشي اللي كاين البنات. دابا غادي نبداو للصح والعمل. اول حاجه بغيت نبدا لكم بها البنات، ما عرفتش واش رديتوا البال للشعر ديالي البنات، رديتوا البال للشعر ديالي؟ انا زغبته شويه يعني ولات شويه ملسه، طاحت ولات زويونه. كنت درت لكم واحد الفيديو البنات بغيت بارطاجيه معكم، ما جاتش الوقت والمناسبه انني بارطاجيه معكم، ما بقيتش عقلت علاش، والله ما بقيت عقلت. المهم انا غادي ندخل نشوف الفيديو. درت البنات ليساج بريزيليان هو اللي درته في شعري، وما نكذبش عليكم درته بوحدي في الدار. درت هاد الماركه هادي ديال كاتيفيا، ها هي كاين فيها انواع شفتوها. إذا كنتم مهتمين بالامر قولوها ليا وانا غادي ندير لكم عليها، نعطيكم معلومات اكثر واكثر. المهم هذه هي درتها صراحه زوينه، درتها في الدار بوحدي. دابا راه جايه شي شغنقول لكم، دابا جايه شي شهر البنات، جايه شي شهر ولا قريب شهر وانا دايراها. خديت جوج بواطات كتاخذوهم ما غاليينش. هاد البواطه البنات انا خديت درت غير النص ديالها ديال القرعه، انتوما الحك كيكون بحال هكا، درت النص ديالو ودرت النص ديال الشامبوان ودرت النص ديال الماسك والنص ديال ديميلر. يعني شتو كل حاجه درت منها النص نص 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 واحتفظت بالباقي. يعني كدي لكم مده اللي هي طويله البنات. كما قلت لكم الا بغيتوا شي معلومات اكثر نهضر لكم عليها، ندير لكم فيديو خاص، فكتبوا ليا ويمكن وديك الساعه ندير لكم فيديو خاص عليها، لان خاص ضروري نشرح لكم فيها شرح شويه كما كنقولوا طويل. هادشي اللي كاين. هاد الماركه صراحه اول مره جربتها عجبتني ولقيتها انها ماركه زوينه. عرفتوا ما نقولش لكم شعري من يلا كنت كنصوب فيه، عرفت كيبان لكم الفرق. دابا وليت كنغسلو البنات، كنمشي للدوش كنغسل شعري، ملي كنبغي ندير له نشفو ولا ندير له لي بلاك كيولي كيجيني ساهل 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 ساهل، مبقيتش كنوحل معاه ولا انه كيبقى مقفقف ما عارفين. انا زغبت شعري حرشه كتكون واقفه كتوقف، فزغبتي زعما دغيا كندير لها كدغيا كتنشف، مبقيتش كنلقى معاه ديك الصعوبه انني نصوبو بلي بلاك دغيا جوج ثلاثه ها هو شعري تصوب وتقاد وكلشي. المهم دابا غادي ندوزو للحاجه الاخرى بلاتي نقول لكم شنو بغيت نشارك معاكم. خديت من كامايو، مغازه ديال كامايو، خديت منها واحد القويميجه اللي هي غزاله فن عجبتني، نوريها لكم. كتكون بحال هكا هانتوما، صراحه هي كتجي زوينه، راه قصيره كتجي قصيره حتى لهنايا في الطول ديالها هانتوما، بغيت نوريكم كتجي بحال هكا. والبنات شوفوا القميجه كي كتجي بحال هكا، شفتوا كتجي بحال هكا. نتوما اصلا ما تلبسوش معها شي حاجه غليظه، انا حيت هاد التريكوس غليظ يعني جات شويه كما كنقولوا جات عامره بزاف كنبان. مي نتوما غتلبسوا معها واحد التيشيرت ولا تلبس معها بودي ولا دي باردور يعني غتكون احسن، وكتشدوها من هنايا وهذه كديروها هنايا وصافي كتجي بحال هكا، يعني كتجي زوينه. انا بصراحه عجبتني، شفتوا عجبتني. وبالنسبه للبنات اللي ما بغاوش فرق يقدروا كتلبسوا معها بودي، كتقدروا تلبسوا بودي وكديروا ولا كديروا لها غير بحال هكا كتخليوه بحال الجيلي محلول، بحال الجيلي محلول كتخليوها بحال هكا. يعني نتوما واللي بغيتو فهمتوا، يعني نتوما كتلبسوها كيما نتوما واللي بغيتو. هذه البنات انا جا البنات هي كدير الثمن ديالها الحقيقي هو، المهم انا خديتها ب 15 اورو
هاي خديتها ب 15 اورو، ولكن الثمن ديالها الحقيقي هو تقريبا 50 اورو. غنوريكم ها هو هاد الثمن الحقيقي ديالها. ودابا غادي ندوز للمشتريات الاخرين حتى هما. بغيت نوريكم خديت هاد البودي بحال هكا، شفتو خديتو من جينيفير، هذا من لا مارك جينيفير. طاي دابا نقول لكم الطاي شحال فيه، خديتو بحال هكا كيكون. والطاي خديت هذا اكس ال. المهم راكم عارفين كما قلت لكم نعاود نقول لكم، مع انا راني غلاضيت يعني، هاد حتى البوديات كناخذهم شويه كبار. هذا ما كانش في السطور، خديته ب 5 اورو. وخديت واحد لا شوميز اللي غزاله البنات، خديتها البنات هاد لا شوميز حتى هي في النوار اللي هي غزاله وكتجي زوينه يا البنات. راني قيستها ما في دابا منح، ما نقدرش نحيد هذا ونعود بين لكم كلشي، لانها مع كتبين خاصني ضروري داكشي، علاش شريت ليها هذا ولا عندي اي بودي نلبسو من تحته باش ما تبانش. شفتوا من هنا داير فيها الفريفرات، ومن هنايا طويله يعني. بالنسبه لجينيفر البنات انا مشيت ليها حتى كان ديك الساعه السولد يعني تقريبا سال، يعني الناس هزوا داكشي اللي خصهم يهزوه. انا لقيت هادي، لقيتها في الطاي ديالي عجبتني، وكانت واحده اخرى بغيتها في الابيض في شكل اخر حتى هي زويونه. ما لقيتش الطاي ديالي، كانت غير طاي ام واس، ما كانتش طاي ال. وكاين حتى بحال هادي حتى هي في الابيض، حتى هي جات زوينه، حتى هي الطاي ديالي ما لقيتش. المهم هادي هي اللي لقيت في الطاي ديالي اللي زوينه، راكم شفتوها عرفتوا راه فنيونه في اللبسه كتجي غزاله. وخديت واحد كسيوه من البري مارك زوينه بصراحه. بصراحه عمرني ما شريت شي كسوه من البري مارك، اول مره نشري كسوه من البري مارك. حقا نسيت ما قلتش لكم القميجه شحال كدير. القميجه كدير تقريبا 13 اورو في السولد، مي الثمن الاصلي ديالها هو 17 اورو، قولوا 18 اورو، 17 اورو 99. وخديتها انايا ب 12 اورو و 99. غادي نشارك معكم الكسيوه اللي خديت من البري مارك. ها هي شوفوا كي دايره، ها نتوما شفتوها، قيستها جات زوينه هاد الكسيوه. من هنايا مسدوده بحال هكا بلاستيك، ومن اللور ديالها من هنا فيها لاستيك البنات، كتجي زوينه قيستها في اللبسه. كما قلت لكم اول مره كنشري كسوه من بخي مارك، مازال كنشري سراول تجي مره من بخي مارك، مره لقيت شي تريكو ولا شي ان شوميز، خصوصا الشوميز خفيفه ديال الصيف كنشريهم مره من بخي مارك، كيكونوا زوينين. ولكن كاين اغلبيه الحوايج بحال الكساوي داكشي ما كيعجبنيش. هذه اول مره لقيت كسيوه زوينه اللي عجبتني، قيستها جاتني هي هذه، شي نهار نلبسها وتشوفوها. التوب ديالها خفيف وزوين يعني ديال النمر، وهذه الثمن ديالها 13 اورو. هذه الطاي ال حتى هي 13 اورو. ودابا شنو غادي ندوزو، بغيت نوريكم المشتريات ديالي كاملين. بغيت نبارطاجي معكم البنات هاد لا كوموند اللي وصلتني البارح. وصلتني ولكن غادي نرجعها، علاش؟ لان الطاي كبيره. هذه واحد السمطه اللي كيديروها البنات من بعد ما كيولدوا، ولا من بعد، ولا كتكون كاع بلا ولاده، كتكون شي بنت غليظه بحالي انا عندها الكرش غلاضت، فيمكن لك انك تستعمليها يعني كما كنقولوا كتضعف وكل شيء. ولكن انا هاد الطاي اللي خديت داكشي اللي كاتبين، اش غادي نقول لكم يعني لي ميزور ديال الكرش ديالكم. عبرت انا الكرش ديالي شحال فيها ديال الطاي، وقلبت لقيت هي اكس ال اكس ال، ومني خديت اكس ال جاتني كبيره يعني كبيره. يعني الا بغيتو تاخذوا خذوا الطاي ديالكم ال، بحال دابا انا خصني ناخذ ال، ال لقيتها غتجيني شويه ناقصه على الطاي ديالي، ولكن كان عليا ناخذها لانكم ملي خديت اكس ال على حسب الطاي الكرش ديالي من عبرتها جاتني كبيره. المهم دابا غادي درت كوموند باش غنرجعها، ويمكن غادي ناخذ واحده اخرى. المهم هذه خديت ما بغيتش نحلها لكم، الا لقيت لها فوتو غادي ندير الفوتو ديالها هنايا تشوفوها، خديتها من امازون. المهم كتكون بحال هكا شفتوها، لا كان هي زوينه
خديتها 23 اورو ولكن غادي نرجعها، راني درت لك اليوم راني غادي نرجعها ليهم وغادي نشوف ناخذ شي وحده اخرى. منين غادي توصلني ان شاء الله غندير لكم عليها حتى هي فيديو ونشرح لكم مزيان كيفاش تاخذوا لي ميزور، كيفاش تاخذوا يعني الطاي، كيفاش باش ما تغلطوش. ودابا غادي نبارطاجي معكم شنو بقى ليا. دابا البنات غادي ندوزو الكادوات ديال الزوج الكريم شنو خدا ليا. خدا ليا جوج ديال الكادوات هما هنايا غنبارطاجيهم معكم. اول هانتوما بطريقه غير باش تعرفوا الرجال زعما كيف راه خطر 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 بطريقه غير مباشره باش ما يجرحنيش باش ما يقولش لي راكي غلاضيتي ولا هذه، حيت فات قال لي راكي غلاضيتي بزاف وهذه وهذه. درت له حاله وقلت له تبقاش تقول لي غلاضيتي وتعقد، رغم انني انا بيني وبين نفسي عارفه انني غلاضيت ولكن ما تقبلتش انه يقولها لي ما تقبلتش انه يقولها لي طريقه غير مباشره. مشى لهنايا مشى هذه انتر سبور البنات، انتر سبور ماغازان ديال كتبيع الحوايج ديال الرياضه. مشى خدا ليا هاد ليغينز بحال هكا ديال لا مارك اديداس. درت لكم واحد التصويره هنا ديالو غير باش تشوفوها كي تشوفوا كي كيجي بصراحه هو زويون البنات ديال الرياضه. خديت طاي ال، هو اللي خدا ليا بصراحه طاي ال باش يلاه جاتني هي هذيك كيدير خلى ليا التيكيتا. قلت له خلى ليا التيكيتا باش نقولها للبنات باش لا بغاو يشريو يشريو كي باش تريح الاكثريه. عارفه البنات كيسولوا ليا بعض قطع الاثمنه داكشي علاش قلت له لا خلي حتى تقول ليا. المهم هذا 29 اورو 99 ها هما 99. هذا راه كان في السولد مسولدي وخدا ليا في نفس التصويره غادي تشوفوا واحد السبرديله حتى هي ديال اديداس خداها ليا. هاد حيت انا عندي سبرديله البنات ماشي ما عنديش، ولكن السبرديله ديالتي كانت عندي شحال هذه من زمان وشويه، ومن كنتمشى بعد كنا مشينا تمشينا حسيت برجليا ضربتني بحال حسيت براسي بحال رجلي ما بقيتش قدرت نسرحهم، يمكن واش رجليا تنفخات شويه ولا الله اعلم. المهم خدا ليا وحده على القياس ديالي حتى هي ما قال ليا والو، يعني ما قال لي حتى حاجه حتى خداهم ليا بجوج. حتى هي هاد السبرديله ديال لا مارش ديال المشي يعني مختصه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتمشاو. ها نتوما كتكون رطبه يعني ما كضركمش في رجليكم اللي كتكونوا غاديين كتمشاو ولا شي حاجه. انا عندي سبرديلات ديال اديداس ولكن عندي سبرديلات يعني عاديين ديال الخروج ديال الدوران عادي، اما الناس اللي كيبغيو يديروا الرياضه وكيبغيو يجريو وكيبغيو يتمشاو فكيكونوا سبرديلات مختصين بحال هكا كيكونوا رطبين باش ما كيضركمش في رجليكم في رجليكم. المهم خدا ليا هذه حتى هي لا مارك ديال اديداس، قيستها حتى هي غتشوفها في التصويره جات حتى هي زويونه. وهنايا هنا واحد اللعيبه هذه خديتها ديال قطاعه ديال العجينه، هي قطعت العجينه بحال هكا. مني بغيت نكوموندي هاد السمطه ديال الكرش، هاد السمطه كما قلت لكم 23 اورو. الا بغيتو تاخذوا لي بليفريزون غراتوي خاصكم تكون عندكم 25 اورو، يعني خاصني اورو شي حاجه نزيدها. ما لقيت ما نشري بات لي هاد القطعه بان اورو شي حاجه وقلت لي نشريها باش كملت 25 اورو وصافي. هادشي اللي كاين. المهم كنظن ان المشتريات ديالي اللي بارطاجيت معكم هما هادوك. الفيديو ديالي ما عرفتش واش غادي يحبس هنا او ان غتمشيو معايا. المهم انا غادي نصور لكم بعض اللقطات من غنمشي نوصل للسينما، غادي نصور لكم غادي نكونوا في السينما، غادي نخليكم لازلان ديالي وكيما عودتكم نقول لكم فاصل ونواصل. سلا سال دول سا مالي با يلا ديانا ديانا سا سيبوكم ديانا
كوكو بنات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ كنعتذر لكم بزاف. البارح البنات مني دخلت انا وسارة من السينما، دخلنا اول حاجه ما جيناش للدار. المهم اول حاجه كنعتذر لكم بعدا على الضوء، لان ما عنديش فين نصور. وليداتي راه دايرين لي حاله، والدار عندي مقربله. ما نقولش لكم غير جري من هنا جري من هنا. لقيت غير الحمام دخلت ليه، سديت عليا باش ما يتسمع صوت ولدي. المهم اللي بغيت نقول لكم البنات، وهو البارح بعدا منين ساليت جيت ما جيناش للدار، دزت عند الطليق ديالي السابق، هو عطيناه خلينا ليه السوارس ديال الدار ديالي، لحقاش انا غادا مسافره، غادي نمشيو لهذا افينيو فين ساكنه يعني الام ديال راجلي، يعني عجوزتي. غنمشيو تما نشوفوها، لحقاش منين تزاد ماتين ما شافتو ما حتى شي حاجه. المهم حنا ريزيرفينا في الاوتيل غير 3 ايام. المهم حتى نمشي تما وغادي نصور لكم ونوريكم داكشي اللي كاين. البارح صافي منين دخلنا، دخلت بحال هكا في العشيه وطحت نعس، ما بقيتش عقلت على راسي، عييت البنات، ضربتها بالنعسه. والغد الصباح على اليوم يعني اليوم راه نهار جديد، مشينا خرجنا دينا الدراري كما كيقولوا هذا، ديناهم يلعبوا شويه في لي ماناج وكل شيء. وفي نفس الوقت مشينا حنا تغدينا في لو ريستوران ديال الشينوا، ندير لكم غير شويه تاعي لقطات هكا غادي تشوفوا. ودخلنا، دخلت بحال هكاك عاوتاني، دخلت ضربتها بنعسه كندير لاسيست ضروري، انا من لاسيست لما كان لاسيست صافي وليت شربت، مابقيتش كنقدر على يعني ضروري خصني العشيه نحط شويه راسي، رغم انني ملي كنعس داك النعاس العشيه كيمرضني، ولكن ملي كنكون عيانه ما عندي ما ندير، صافي ضروري خصني ضروري نحط راسي شويه. صافي دخلت دابا لقيتوني عاد شويه باش فطرت، عمرت كاس اتاي ودرنا الكوتي وكل شيء. ودابا شي 5:30 ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله غدا. اش غنقول لكم؟ نبارطاجي معكم توجد ديال الباليزه باش غادي نمشيو نسافروا، غادي نسافروا نهار الخميس ان شاء الله، ماشي الخميس، غنسافروا نهار الجمعه ان شاء الله. اليوم الاربع، غدا الخميس، وحنا غنسافروا نهار الجمعه، يعني غدا الخميس انا غادي نجمع الباليزه ونبارطاجي معكم شي حاجه بحال هكا خفيف. ما نقولش لكم انا عندي شحال من فيديو 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 فيديو، وحتى فيديو ما حطيتو ودرت لكم ليه مونتاج هكا ديال الفيديوهات عندي. كان مره كندير الفيديوهات وكنسجلهم، وفي الاخر يا اما كاين شي حاجه كنساها ما كنصورهاش ليكم، وكنقول صافي سي با لا بين نحط لكم الفيديو غير قبلوا عليا وصافي. يلا غنقول لكم السلام عليكم، تهلاو في ريوسكم وتصبحوا على خير. كنموت كنحماق عليكم وكنموت كنحماق عليكم الغزلان ديالي. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وليتي شفتوا اللي هضرتي ولات مجادله. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مح عليكم، سلامة، ما تنساوش لي لايكات.